باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا. لبراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها. والنون من طرفه تحت جعلوا والراء دانيه لظهر أدخلوا. والطاء والدال وتا من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن. من هو من فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثا للعليا. من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفا مع طراف الثنايا المشرفه. للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم.